السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في جديد كتير حلو فيديو بالألعاب الملاهي. طبعا في مطر وشوف ايش عني تبللت. شوفوا محلى. ها سالم الدوسر وكريستيانو لا تهتموا. شوفوا محلاهم. بوريكم دادا. شوفوا دادا. هذا دادا. عم يشرح لكم انه في مطر. طبعا نحن بعد شوي بنلعب الالعاب، واول لعبه بنلعبها هي بيت الرعب. خايفة ادخل بيت الرعب وصير ابكي. قال العمو انه هو في ناس يلحقوكي، الزومبي يلحقوكي، وفي دم كذا وصوت تخبيط 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 تخبيط. انا حساسة في اي شيء يصير لي. انا برايي لا تدخلي. خلص لا انت بتدخلي عادي، انا ما بخاف. لا انا من زمان. خلص يلا ليام، مستعدة تفوتي على بيت الرعب؟ ما راح تخافي؟ لا اكيد. انا شوف شي تمثال بخوفك واللي عم يبكوا كثار. امي يلا بدي ادخل. مستعدين؟ لا يلا تعال. بسم شو رأيك فيها ليوني؟ خفتي؟
ما بدنا نكمل تصوير لاني ما خافت. بنحبكم كثير، مع السلامه.